بردي عليها بسرعه بس خلصي عشان نلحق ندخل. الو ايوه يا ليلى معلش ما عرفتش ارد عليك اصل احنا كنا معاها. احنا موجوده اتفضلوا. يقول لك لا احنا مشينا من الاسم ليفنج روم في الوش. اشكرك. احنا عندها دلوقتي في البيت هنا في الوش. في الوش احنا تحت امرها في اي طلبات هنرضيها ان شاء الله. شكلهم ناس محترمين قوي. طب بحكلمك بعدين. اهلا وسهلا اتفضلوا. اهلا وسهلا مين حضراتكم؟ اهلا وسهلا يا فندم. احنا طبعا بنعتذر جدا ان احنا طبينا فجأة عليكم من غير ميعاد بس هو الحقيقة الموضوع مستعجل وما يحتملش الانتظار. فريدة ان في اخت شين ردت عليا وقالت لي ان هم خلاص راحوا للست اللي شين خبطتها بالعربية عشان يعني يرادوها وتتنزل عن انا معلش انا اصلا مش شايفة مش عارفة يعني ان في حد غريب. مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا. هو انت ليلى؟ هو حضرتك تعرفيني؟ انا نيفين اخت شيرين. معلش انا مش فاهمه حاجه. مين ايه اللي بيحصل؟ ولا انا كمان فاهمه حاجه. هو حضرتك اللي كلمتيني في التليفون دلوقتي من شويه صح؟ انا. طيب معلش من باب التاكيد يعني هي مدام فريده الحمامصي كان حصل لها حادثه من شهرين؟ ايوه فندم. طيب هو يعني يظهر كده ان خبط مدام فريده او جري بالعربيه كانت شيرين. شيرين مين؟ شيرين اختي. شيرين ازاي؟ شيرين اختي اللي انت بتقولي ان هي صاحبتك. هي شيرين عملت الحادثه دي امتى؟ من شهرين. يعني مش النهارده؟ هي عملتها من شهرين بس هي راحت القسم النهارده عشان تعترف على نفسها وتسلم نفسها. معلش انا محتاجه اخش اوضتي. ماما انا كويسه. انا كويسه. ما تقلقش يا ريتا ما تقلقش. انا معايا. طب يا جماعه واضح ان يعني طب اسمح لنا يا فندم بس ندخل في الموضوع اللي احنا جينا علشانه. هو طبعا احنا مهما قلنا اي كلام او قدمنا اي نوع من انواع الاعتذار مفيش حاجه هتعوض اللي حصل لمدام فريده علشان كده احنا حابين نسمع منكم. تسمع يا حضرتك بعد المفاجاه دي؟ شوف حضرتك هو مفيش اي حاجه هتعود عليكم من بهدله شيرين. وبعدين يعني الحادث حصل يعني بالخطا يعني زي القتل الخطا كده. مش قتلي طبعا يعني هو حادث غير مقصود. فشوفوا حضرتك التعويض المناسب ايه واحنا تحت امركم. تعويض؟ يعني ايه تعويض؟ فلوس. ايه ده؟ عايز تدي لامي بدل عينيها فلوس؟ طب كام؟ كام؟ عينيها تسوى كام؟ تعديني يا ابني ما ينفعش كده. انت ده الضيوف عندك في البيت. انت مش سامع بيقولوا ايه؟ يا فندم انا مش قصدي يعني تعويض فلوس. بص حضرتك يعني هقول لحضرتك حاجه. دلوقتي انتوا ناس محترمين وافاضل ومش حمل بهدله محاكم ولا احنا كمان. فيعني بعد اذن سيادتك لو تتفضل مدام فريده وتشرفنا وتنورنا وتروح القسم تعمل محضر صلح يبقى الموضوع اتحل. ايه ده ممكن تيجي معايا؟ استني يا نادين اما نشوف البهوات هيدفعوا كام. ايه ده خلينا نشوف بس طنط فريده عايزه ايه. يا فندم لسه في تحقيقات ولسه المسؤوليه ما وقعتش فعلا على شيرين. محدش يعرف اذا كانت هي اللي عملت كده ولا لا. ف ممكن نتكلم بعد اذنك لوحدينا على انفراد. اتفضل يا فندم. اتفضل. اطلعي وقفلي الباب وراكي وابعتي لي كوبايه ميه. لا لا خليني معاكي احسن. انا عايزه ابقى لوحدي. سيبيني لوحدي. سيبيني يا سيبيني. سيبيني. شيرين. شيرين ليه